في مقطعنا هذا سوف أشارككم ثغرة الحصول على أقوى لاعبي باكج إيبيك بوستر الجديد. إن شاء الله سوف نحصل على سيرجينيو أو بيرلو أو خوليت من هذه الثغرة بمئة كوينز أو بتسعمائة كوينز. سوف تزيد هذه الثغرة حظوظك بنسبة 70% إن شاء الله. أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند أنغويسا 3 مرات يا إخوان، ثم سوف ننتقل بعد ذلك عند إيدرسون 2 مرات، سومر 1 مرة والإطلاع على إحصائيته هكذا، ثم نفس الشيء عند اللاعب تشيزا. بعدها سوف ننتقل عند رافائيل لياو 2، ثم سوف ننتقل عند آخر لاعب موجود في الباكج 2 هكذا. بعدها سوف ننتقل عند أول لاعب في الباكج وهو خوليط 5 مرات، بعدها سوف ننتقل عند بيرلو 2 والإطلاع على إحصائيته هكذا، المرة الأولى ثم المرة الثانية، ثم 3 مرات عند سيرجينيو. بعدها مباشرة بعد تطبيقكم لكل هذه الخطوات ما عليكم سوى الرجوع واللف ب 100 كوينز أو ب 900 كوينز، ولا تنسوا تكتبوا لي في التعليقات اللعب الذي حصلتم عليه من هذه الثغرة.